ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي التوفيق والإلهام والإرشاد إلى طريق الحق، وهذا يتضمن نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام تطلبها من الله جل وعلا. ومن لم يهده الله فلا أحد يهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي. فأطلب الهداية من الله وافعل أسباب الهداية وهي سلوك الصراط المستقيم. أما أن تطلب الهداية وتسلك الصراط الأعوج هذا لم يفعل الأسباب، من فعل هذا لم يفعل الأسباب. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: وهديناه النجدين. فإذا لابد أن تسلك أنت سبيل الرشد، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين هذا الصراط، مع أنه واضح في قوله المستقيم يعني الذي لا عوج فيه، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بينه زيادة على هذا فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أنت الآن لو ما تعرف حقيقة الصراط المستقيم ابحث عن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم واسلك سبيلهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم أكثرهم وجودا اليوم الصالحون، الصالحون وعلى رأسهم أئمة العلم والهدى من أهل السنة. فأنت إذا لم يكن عندك علم ولا معرفة ولا ثقافة ولا، ابحث عن العلماء الربانيين وسر خلفهم، فهم على الصراط المستقيم. وإياك ممن وإياك ومن حاد عن الصراط المستقيم. ثم بينه بيانا إضافيا حتى لا تزل ولا تضيع، قال: غير المغضوب عليهم. يعني هذا الصراط المستقيم هو صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وضده وليس بي هو هذا الصراط المستقيم صراط أقوام غضب الله عليهم، وهم كل من غضب الله عليه بسبب أنه عرف الحق ثم حاد عنه، وعلى رأس هؤلاء اليهود. وقد أجمع السلف على أن ممن غضب الله عليهم ممن يراد بهذه الآية هم اليهود. فإياك وسبيل اليهود، فمن اتبعه ضل ومن سار عليه زاق عن الصراط المستقيم. ثم قال: ولا الضالين. والضالون هم كل جاهل ضل عن صراط الله المستقيم بسبب جهله، وعلى رأس هؤلاء وأساسهم النصارى، فإنهم أعظم الناس جهلا بدينهم. ولذلك لم يعرفوا ربهم وهو أعظم شيء، ولم يعرفوا رسولهم وهو أعظم شيء، وظلوا عن سواء السبيل بجهلهم بالله وجهلهم برسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا إنه إله، وقال إنه أناس، وقال بعضهم إن نصفه إله ونصفه إلى ناس، بعضهم يسميه جزء من جزء منه لاهوت وجزء منه ناسوت. ولذلك قال بعض العلم: لعنة الله على النصارى أجمعين أكتعين أبصعين، فما ظل قوم في ربهم ولا في رسوله كما ظل هؤلاء النصارى. ما عرفوا الرب ولا عرفوا الرسول فزاغوا عن سواء السبيل.